أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الطيبين والطيبات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة هموم أبثها. أنا معشر الإخوة والأخوات أبث هذه الهموم وأنا بجوار الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ولله در الشاعر الحكيم إذ يقول: لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم نطف في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين نطيب. وأنا حين أبث هذه الهموم أشكو إلى الله لا أشكو إلى أحد، ولكنني أستأنس بجوار الحبيب وأتوسل بجاهه عند الله وأنا جاره. أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليه عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم. بأرض المدينة صحب كرام تفانوا وضحوا لكي لا نهيم، وما بين منبره سيدي ومسكنه روضة من نعيم. وهذه الشكوى الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وليس في حاجة إلى أن يسمعها مني. فيا ربي يا أرحم الراحمين، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وهذه الهموم معشر السادة والسيدات على ثلاثة أصناف أو على ثلاث درجات. الصنف الأول يتعلق به كشخص، يتعلق بالنفس، هذه النفس التي تأبى إلا أن تكون أمارة ولا تريد أن تكون لا لوامة ولا مطمئنة. وأنا أعوذ بالله من عصيانها وأقول لها: يا نفس عودي عن العصيان، آن لنا أن يخضع القلب في سر وفي علن. إن النفس مهلكة للعبد، لأنها تجره إلى الموبقات، ولا سيما حين يكون الشيطان حليفها ومعينها. من لي برد جماح من غوايتها، كما ترد جماح الخيل باللجم. الصنف الثاني من هذه الهموم تتعلق ببلدي العزيز المغرب ومواطنيه ومواطناته الأعزاء والعزيزات. هذه البلاد الطيبة يعاني أهلها، يعانون من الوباء
يعانون من الجفاف، يعانون من الغلع، والإنسان تصيبه الحسرة وهو يرى في عيون المواطنين الأسف واليأس، ولا سيما أن أصحاب الأموال لا تزيدهم هذه المواقف إلا مزيدا من الجشع. النوع الثالث من هذه الهموم يتعلق بالمسلمين ككل، المسلمون الذين أصابهم التشتت، وأصاب شبابهم الضياع، وأصاب نساءهم الكثير من الطمع، إلا من رحم ربك. فيا ربي يا أرحم الراحمين، فرج وارحم واعفو وتجاوز، فإنك أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. ويا نبي الله الهادي إلى صراط الله، عليك صلاة ربي في علاه وتسليما كسحب جارياتي. وجزاك الله خيرا على ما هديتنا وعلمتنا، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.